أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ مستحب، الجمهور على أنه مستحب متأكد، سنة مؤكدة. ومن العلماء من ذهب إلى أنه واجب، من ذهب إلى أنه واجب. وابن القيم رحمه الله يقول في هذا تفصيل: إن كان عليه عرق وأوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل هذه الأشياء، وإن كان ليس عنده شيء من ذلك فهو مستحب، اغتسال يكون مستحبا في حقه. نعم.